مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء مساء الخير وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صحبة وأنا معكم. الحقيقة النهاردة خلوني قبل ما أبدأ وأرحب بضيفي الكريم خليني لنا في نقاط كده سريعة جدا عاوز أتوقف عندها. أول حاجة إحنا ليه دايما نقول شكرا للأطباء، شكرا لفريق الجيش الأبيض اللي هو حقيقي قايم بجهد كبير جدا ومجهود كبير جدا علشان يوصلنا لبر الأمان. فالحقيقة الناس في الحقل الطبي سواء كان أطباء مسعفين ممرضين حتى عمال النظافة لهم التحية والتقبيل، ولابد اللي احنا كمان اللي احنا يعني نضع أهل الطب دلوقتي وأهل العلم في المقدمة، يعني مع احترامنا الشديد للفنانين، مع احترامنا للرياضيين، مع احترامنا لكن هؤلاء اللي احنا عرفنا قيمتهم ايه الآن. صحيح الشافي هو الله لكن هناك أسباب وإحنا بناخد بالأسباب، فديهم ليهم تحية. تحية للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو قايم بدور كبير جدا عشان يوصل لنا الدواء والأمصال والحاجات دي كلها علشان مصر تكون خالية من الأوباء. أيضا لابد أن احنا كمان نشكر السيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي اللي هو الحقيقة عامل خلية عمل كبيرة جدا علشان يعني نحاول احنا نحافظ على الإنسان المصري وكل القرارات اللي بتتاخد دي لصالح المواطن المصري. وتحية لسيدة وزيرة الصحة اللي هي أيضا قايمة بدور ومجهود كبير جدا، وعشان كده احنا بنقول لهم كل التحية والتبجيل. دي نقطة. النقطة الثانية اللي أنا عاوز أتكلم فيها عنوان الحلقة يمكن من المخرج محمد عزت هيحطه دلوقتي هو عنوانه خليك في البيت. أيوة هو عنوان الحلقة خليك في البيت. النهاردة يمكن شم النسيم هيكون يوم الاثنين، يمكن يوم الاثنين هيكون في حظر زي ما قيل ان الحظر هيكون موجود جدا اللي فيه. احنا عاوزينك تقعد في البيت، مش عاوزينك تاكل فسيخ ولا تطلع جناين ولا منتزهات ولا 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 لا، اقعد في البيت، اقعد في البيت لان الحقيقه قعدك في البيت ده مهم جدا. يمكن منظمه الصحه العالميه كانت بتقول ان البروتوكول الصحي هيكون كان 15 يوم، لا دلوقتي طلبوا الخبراء والمتخصصين في منظمة الصحة العالمية طلبوا ان هو يكون اكتر من 15 يوم، يعني 21 يوم، يعني 3 اسابيع. فعشان كده احنا بنقول لكم خلينا في البيت، ارجوكم نبوس ايديكم خليكم في البيت. يعني انت تنزل لما يكون عندك ايه مشوار مهم تنزل، لكن الزحمة الكتيرة دي جدا بتؤدي الى ايه حاجات كتيرة وبتؤدي لكوارث. فعشان كده احنا دعوتنا ان شم النسيم وفي اللي انت تقعد في البيت لان هيكون في حظر شامل كامل في يوم كامل، يعني كده كل سنه وانت طيب لازم تقعد ايه في بيتك. فعشان كده احنا بنقول لكم خليكم في البيت وده مهم جدا. النقطه الاخيره جدا طبعا شركه جيو ميديا الاعلاميه وكاله جيو ميديا الاعلاميه في رمضان القادم الاستاذ محمد رمضان مجهز ليكم حاجات كتيره جدا، مجهز لكم لقاءات، مجهز لكم ديكورات جديده، مجهز لكم جيو ميديا يعني الحقيقه بقياده محمد رمضان عامل حاجات كتيره جدا في قناه الصحه والجمال، خاصه الفريق المتعاون معاه الاستاذ محمد الملكي، الاستاذ محمد فؤاد، الاستاذ تامر عبد المجيد، كلهم يعني الحقيقه قايمين بجهد. يعني هتشوفوا الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه هيتقلب يبقى فيه، هتلاقوا فيه مطبخ، هتلاقوا فيه برامج طبيه وقائيه، عندنا مسابقات اجتماعيه، يا كل ده هيكون موجود في شهر رمضان. حبيت ان انا اتكلم هذا الكلام واللي انا اقوله هذا الكلام قبل ما ابدا حلقتي، وعاوز اقول للمخرج محمد عزت ان شاء الله هيحط لنا عنوان الحلقه إضافة إلى طبعا اللي احنا عاوزين نقول كمان نقطة تانية مهمة جدا ان ارقام تليفوناتنا هتكون موجودة ان شاء الله على الشاشة عشان اي حد عاوز يتكلم مع الدكتور السيد رشدي محبوب استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري. اهلا بك يا دكتور ومرحبا ونورتني في برنامج صحبة وانا معكم. اهلا وسهلا يا فندم، وشرف لينا النهاردة ان احنا نكون موجودين مع معاليك. وطبعا يعني احنا لو قعدنا العمر كله وفنينا حياتنا كلها تنقيبا عن العلوم وعن البحث عن راحة البشرية مش هنقدر نوفي وطننا حقه علينا. طيب يعني الدكتور خلينا بقى نبدا فيه. الناس بتتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا هو الكورونا. يعني لا حديث يعلو على الكورونا في اي مجال، يعني حتى الصراعات الدوليه بدات ان الامين عام الامم المتحده يقول ايه لا 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 الكورونا على جنب دلوقتي وما نتكلمش فيها لان خلينا اللي احنا في مرض اسمه الكورونا. لما لقينا في بروتوكول صحي
يعني البروتوكول الصحي اللي محطوط اللي انت تعمل 1 2 3 4 ده اللي كان ايه عشان ايه يعني نبعد ايه هذا الوباء. من ضمن البروتوكول الصحي اللي بيقول لك فيه انت يعني يا مواطن يا عاكي لو حصل لك صداع هنا بنبدا يعني ايه بيقول لك ايه الصداع الجامد بيبدا السعال بيبدا الحمى بيبدا الرئه بتبدا كل ده وبعدين المخ وبنيجي ايه في كل ده. فانا يعني تذكرت شيء كانت السيده ام كلثوم رحمه الله عليها يعني قيل لما كانت جالها او لما بدا شيء تمرض وقبل ما نقلوها في مستشفى العسكري في امريكا كان الصداع يعني صدعت صداع ايه جامد جدا. هنا لما نتكلم عن الصداع فاما يكون الصداع من قلة النوم النوم مش كويس عدم الأكل الضغط إيه عالي أو ممكن يكون واطي وكل ده. لكن لما نتقال إن الصداع في مرض فيروس الكورونا هنا الشيطان يكمن في التفاصيل. تمام. هو الصداع عايزين نعرفه الأول هو عبارة عن ألم بالرأس. هم حتى باللغة الإنجليزية بيقولوه هيد إيكس يعني آلام بالرأس. الصداع دي ليه أسباب كتيرة جدا 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 منها صداع ناتج عن وجود توتر بسبب الأعمال اليومية اللي احنا كلنا بنعملها أو الإجهاد الزائد أو عدم النوم. احنا مشكلتنا مع فيروس كورونا إن ده فيروس بيهاجم الخلايا الحية لأن احنا دايما نقول إيه احنا عندنا المخلوقات إما إنها جمادات أو أشياء حية. تمام. الفيروس هو حالة ما بين الجماد والحي. الار ان ايه بتاعه او الجينوم بتاعه لما بيهاجم الخلية الحية بيبدأ يعني يحصل له دمج مع الدي ان ايه بتاع الخلية الحية وبيوجهه ان هو يصنع فيروسز اخرى بالملايين. فبتبدأ الجينوم بيحول شغل الخلية من الشغل الطبيعي اللي هي بتقوم تعمله لشغل تاني خالص. يعني يا دكتور بنلاقي نحس ان انا مثلا بيجي صداع بيضربني في نفوخي مش قادر اقول مش قادر الصداع هيكونني في عاوز اخبط راسي في الحيطه. يبقى احنا لازم نفرق بين انواع الصداع المختلفه. احنا لو جينا نبسط الدنيا عشان الناس ما تخافش لما الواحد بيجي له صداع كثير من الناس بيفكر ان جاله ورم في المخ. ده شيء غلط. الصداع اللي في اورام المخ لا يتعدى من 30-40%. يعني احنا مثلا لو شفنا 10 مرضى عندهم اورام في المخ نلاقي 3 فيهم اللي عندهم صداع او 4 بالكتير. صداع اورام المخ اللي هو بيخوف الناس كلها ده بيظهر بالليل بيصحي الواحد من النوم الفجر بيقوم على غثيان ومل القيء وترجيع زغلله في العينين او طنين في الاذنين. ممكن يجيب دوخه ما هو طنين في الاذنين مع دوار وممكن الصداع كمان لو مصحوب بدوار او كده بنخاف ان يكون الورم ده موجود جنب العصب الثامن اللي هو العصب المسؤول عن الاتزان ونقل اشارات التوازن اثناء الحركه ما بين قوقعه الاذن والسيمي سيركولار كنالز يعني للمخيه. الصداع ده لما بيقومنا من نوم الفجر بيخلينا قايمين على ترجيع بتجري على الهواء مباشره وساعات الترجيع ده بيبقى بروجكتايل يعني طرد فده بيقلقنا شوي وخاص وبرده الصداع لو جه في الاطفال يقلقنا اكتر يعني الصداع اللي بيجي في منتصف العمر مش غير مقلق. طب على 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 ذكر على ذكر الصداع الاطفال يا دكتور خليني لنا فيه يعني في الصداع الاطفال ده ليه اسبرين معين يعني الطفل لما يجي له صداع ياخد اسبرين ولا بنديله بنادول ونديله نفس الكلام ده؟ قبل ما نتكلم عن العلاج نقول الصداع لو جه في الطفل لازم نعمل اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي على المخ. اول حاجه نعملها. طب ازاي الطفل الصغير نعرف ان هو جاله صداع؟ ما هو الطفل الصغير اللي هو بدا يقول عندي الم في الراس ده على طول بنعرف هو بيقول ماما راسي بتوجعني هو ده. طب في المرحله اللي قبلها الطفل في بعض العادات الخاطئه اثناء عمليه الرضاعه بنلاقي الطفل الام بترضعه وهو فاضى افقي فبيبقى الستيكيان تيوب بتاعته او قناه ستيكيان دي مفتوحه وواسعه بيبدا اللبن يدخل في الاذن المتوسطه ويبدا يعمل اوتيتس ميديا اللي هو التهاب في الاذن الوسطى. التهاب الاذن الوسطى بيخلي الطفل يعمل تيرنينج للهيد بيهز راسه يمين وشمال ودي على طول او دايما بيعمل بيلينج او بيحرك صباعه في ودنه او بيشد في ودنه ده على طول بيتحرك الام ليه طبيب الانف والاذن بيبص على الودن لو لقى فيه اوتيتس ميديا والتهاب في الاذن الوسطى بنفكر على طول ان في صداع. الصداع لما بيجي في طفل بيقدر يتكلم دي في مرحله ما هو ما بيقدرش يتكلم
في الطفل بدأ يقدر يتكلم، بيقدر يحط ايده على مكان الألم على طول مباشرة، لابد ان احنا نستبعد وجود اي مشكلة زي مية في المخ او اورام في المخ او غير ذلك من الاشياء. الحاجة اللي بعد كده عايزين نفرق بينه وما بين الصداع اللي هو ناتج عن التوتر. ضغط المدرس، في ضغط في المدرسة على الطفل، في ضغط في البيت على الطفل، فالطفل عايز يهرب فبيقول ان انا عندي صداع. طيب الدكتور، يعني حضرتك انت قاعد تفرق ما بين ده، او عاوز تقول ان في فرق ما بين الصداع ده؟ انا النقطه الاساسيه اللي شغله الناس، يعني انا لما نويت على في صفحتي على ان حضرتك موجود معانا، فالناس سالوا وقالوا طب طالما ان احنا في، طب اسالوا ان الصداع اللي هو وعلاقته بالفيروس. ما احنا عندنا ليه الصداع اللي هيجي ناتج عن الفيروس شويه حاجات. نمبر 1، الفيروس ده بيرفع درجه الحراره. بالظبط، ارتفاع درجه الحراره بيؤدي لحدوث صداع، لانه بيعمل تمدد في الشرايين الموجوده. بالاضافه ان هو بينشر الانفلاماتري ماتيريالز، مواد ملتهبه داخل الدم، وساعات يحصل على الفيروس نفسه والمنطقه الملتهبه حاجه اسمها سكندري بكتيريال انفكشن، يعني التهاب ثانوي بكتيري. بمعنى ايه النقطه؟ الفيروس نفسه، فيروس كورونا، دخل على سطح الخليه زي كده، بدا يحقن ماده الار ان ايه جوه الخليه نفسها. ماده الار ان ايه اللي دخلت جوه الخليه دي بدات توجه الدي ان ايه لتصنيع فيروسز اخرى. فالخليه بدا حجمها يتضخم وتبقى سولن. لما حجم الخليه بيتضخم، عشان بس الحته دي نكون كلنا فاهمينها، حجم الخليه لما بيتضخم بتضغط على الخلايا الاخرى. ده المشكله مش في كده كمان، انها بتضغط على الاورده اللي بتصرف الدم، وبتضغط على الشرايين اللي بتودي التغذيه الدمويه للخلايا. في الوقت ده الخلية بتعاني من مشكلتين، المشكلة الأولى إن الدم مش قادر يوصلها كويس، المشكلة الثانية إن الدم الخارج من هضم الخلايا وهضم البروتينات والكربوهيدرات جواها في الميتوكوندريا جولجي أبريتس بدأ نفسه ما يتصرفش. فعندي ريتنشن في الميتابولايتس، وعندي سكيميا مش قادره توصل الدم للنقطه دي. طب خلينا ناخد لبنى من اسيوط او الاتصال تليفوني، وبعد كده نرجع برضو ونوضح للساده المشاهدين. يعني انت حضرتك قلت درجات، او ده اول حاجه، ارتفاع درجه الحراره، ارتفاع درجه الحراره حدوث سكندري بكتيريا انفكشن، يعني التهاب بكتيري ثانوي يرمل حاجه اسمها بكتيريميا او تسمم في الدم مع تضخم الخلايا. ده بيرفع درجه الحراره والتسمم في الدم، والحاجات دي بيخلي الصداع يحصل على طيب في ده. اتفضلي يا استاذه لبنى. ايوه اتفضلي، بس وطي التلفزيون لو سمحتي. ماشي اتفضلي. انا كنت عملت بلازما مرتين للركب. وفي تاني في اول مره بعد البلازما عملت زلال. حقن زلال. حقن الزلال دي حاسه ان هي يعني ساعتها ضرتني اكتر من نفعتني. فجيت بعدها بفتره كبيره، يعني سنه واربع اشهر. يعني قعدت الفتره دي كويسه خالص، يعني باخد برشام موفري اللي هو العلبه البرطمان الاحمر ده. اتحسنت جدا على البلازما ومع البرشام ده. قعدت سنه واربع شهور مش باخد حاجه ومش محتاجه لحاجه، مرتاحه جدا. جيت عملت بلازما تاني لما تعبت. فالبلازما التانيه دي يعني تعبتني بطريقه ما حصلتش، اللي هي في الركبه، ركبه واحده، الركبه التانيه اتحسنت، لكن الركبه دي ما اعرفش بقى ساعتها الابره دخلت في العظم وتعبت وتألمت الم شديد جدا جدا جدا. وبعد كده من ساعتها. طيب خشي يا استاذه لبنى، خشي في المشكله، يعني خشي في المشكله عشان في اتصالات وفي ناس تورم والام من ساعه الحقنه. طيب الدكتور هيجاوب على حضرتك ان شاء الله باذن الله. شكرا يا استاذه لبنى. طيب دكتور، طبعا لما هنخش على الموضوع العمود الفقري والحاجات دي هنتكلم، يبقى ايه اجابتنا على الاستاذه ايه لبنى. لكن خليني يبقى اذا احنا لما اتكلمنا، عشان احنا ماشيين برضو في نفس التخصصات. يعني نقدر نقول ايه بالنسبه للصداع؟ قلنا يبقى ده اللي ادى الى درجات الحراره، ارتفاع في درجه الحراره. ارتفاع درجه الحراره نفسها تعمل صداع، وتعمل زغلله في العينين. الحاجه الثانيه لما يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، الفيريميا نفسها او تسمم الدم بالفيروس بيرفع درجه الحراره. لما المكان بيلتهب، خاصه منطقه الحلق او منطقه الزور، دي منطقه مليئه بالكومنسلز. كومنسلز يعني خلايا بكتيريا متعايشه عليها. لكن لما بيحصل التهابات في الخلايا، الكومنسلز دي بتضعف معايا. طيب كده فبيحصل عليها باثولوجيكال افكت. طب دكتور معلش عفوا مقاطعه، يعني هنا في الحاله دي اقول انا جالي
فيروس ولا اقول اخد حاجه مسكنات واشوف اذا كانت المسكنات دي هتهبط من الصداع وهتهبط من درجه الحراره، ولكن لو زادت يبقى اذا انا الجا بقى للدكتور او الجا ايه للعميه. هو الحقيقه علشان نفصل في القضيه من بدري لازم يشوفها حد من اطباء الانف والاذن ويبص على زور العيان او على الحلق بتاعه وعلى منطقه اللوزتين او بيت اللوزه لو هو متشال قبل كده. لو لقينا في التهابات موجوده فيها، يعني ايه كلمه التهاب برضه عشان تبقى فاهمه؟ لازم لابد كلمه التهاب يبقى فيها شويه حاجات. حاجه اسمها هوتنس، الواحد يشعر فيها بارتفاع في درجه الحراره في المنطقه دي نفسها، زي الواحد ما بيحصل له خراج في طرف صباعه يجي يحط ايده على المنطقه الملتهبه دي يلاقي فيها ايه ارتفاع في درجه الحراره عن باقي الجسم. رقم اتنين في ريدنس، في احمرار في المنطقه دي زي ما بنشوف احنا الصور اللي بتيجي وحامل لنا علامه حمراء في المنطقه دي. هو عايز يقول لك ان المنطقه دي منطقه ملتهبه، كانها منطقه عسكريه فيها ضرب نار وفيها المدافع وفيها كل حاجه. ما هي فعلا هي عمليه عسكريه، حرب ما بين الاميون سيستم اللي هو جهاز المناعه الطبيعي بتاع جسم الانسان وما بين الباثولوجي الموجود او الباثولوجيكال كومنسلز اللي هي البكتيريا السامه اللي بدات تدخل وتهاجم المنطقه دي. فبنلاقي عليها ريدنس شديد جدا، احمرار، عشان المريض لو فتح بقه في الملايه ولا حاجه هيلاقي احمرار شديد جدا في منطقه اللوزتين ومنطقه الحلق. طيب يبقى اذا هنا في الحاله دي زي ما انت قلت حضرتك يروح للدكتور على طول نستشير احد الزملاء من الانف والاذن. ده في مرحله ما قبل نزول الفيروس لمنطقه الرئتين ووصولها لمنطقه الالفيولاي. في الوقت ده انا لسه في حاله امان. احنا مشكلتنا في ايه بقى؟ احنا خلينا نتفق عند نقطه مهمه جدا عشان قبل ما نخرج من الحته دي بالذات. ايه هي اللي هنتفق عليه؟ لو انا عندي منطقه الحلق دي حصل فيها احمرار وحصل فيها تورم، مساحه مرور النفس هتبقى طبيعي ولا قليل؟ قليله. يعني انا لو عندي انبوبه مثلا حجمها 5 سم في 5 سم القطر بتاعها كده، الانبوبه دي حصل تورم في الجدار بتاعها كده خد سنتي داير ما يدور، يبقى اصبح الكاليبر بتاعها ناقص سنتي من هنا وسنتي من هنا وسنتي من هنا وسنتي من، بقت هي 3 دلوقتي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب لو التورم زاد شويه بقى 2، يبقى انا لا قادر ابلع بعد عدم القدره على بلع الطعام، عدم القدره على الشرب، بعدها عدم القدره على النفس، لان الهواء اخف من المريض. انا دخلت المرحله بقى الخطر بقى السيرد ستيج بقى مراحل الخطر الشديده جدا. وفي الحاله اللي زي دي لازم باسرع وقت استشير حد من الاطباء او ادخل بقى في منطقه الفحوصات واعمل. اذا قفلنا موضوع الصداع، نيجي بقى ناخد محمد اللي هو عنده سؤال ايه عن الصداع. اتفضل اخ محمد من الجيزه، اتفضل. الو. ايوه ايوه فتح حضرتك، كنت في خلال دقيقه اوضح لحضرتك بس الحاله بتاعت الصداع اللي عندي. الحاله دي انه انا في ثالثه كليه كنت بروح كورس وكان عادي جدا ما فيش عندي اي صداع ولا كنت بتاثر باي صداع، بس كنت دايما بحط السماعه بتاعت الاذن في ودني وكنت بحط السماعه بتاعت الكمبيوتر. المهم رحت كشفت عند دكتور علشان ما بقتش استحمل الصداع اللي كان بيجي لي، دايما وكان بيجي لي خلفي وكان بيجي لي كمان في الامام، كل ما ذاكر كل ما اجي احط سماعه في ودني. فالدكتور قال لي انت لازم تبتعد عن المذاكره وعن الانجليش وعن الكليه الفتره علشان كل ما انت بتذاكر الموضوع ده بيأثر عليك. المهم قعدت كده فتره ما خدش العلاج برضه اللي هو كان كاتب لي عليه بعد ما عملت الاشعه المغناطيسي وقال لي الحمد لله انت كان عندك بس صداع نصفي. وقعدت فتره ما كنت باخد العلاج اللي هو الدون عشان كان بيتعبني برضه وكان بيسبب لي نوم كتير وارهاق. طب استاذ محمد هيخش في الموضوع لان انت شرحت لنا البدايه، يعني خش الدكتور عاوز يعرف ايه النهايه عشان يلخص لك الموضوع. انا مع حضرتك، انا بس بقول لحضرتك كده ليه عشان بس اقول لحضرتك ان برضو لحد دلوقتي بيظل برضو الصداع عندي من غير اي حاجه. اجي برضو اقرا، انا مدرس، اقرا اذاكر اعمل اي حاجه اشرح الاقي الصداع برضو بيمسكني دايما باستمرار. شكرا، وصلتنا رسالتك استاذ محمد. دكتور يعني الحقيقه الاستاذ محمد عايز فتح موضوعين من اكبر مواضيع الصداع اللي هو الصداع الامامي والصداع الخلفي. الصداع الخلفي اللي هو بيجي في مؤخره الراس ده في الغالب اما ان هو يكون ناتج عن مشكله في الحفره المخيه الخلفيه، يعني مشكلة في المخيخ، مشكلة في العصب السابع، مشكلة في العصب الثامن أو غير ذلك من الأشياء، أو عنده مشكلة في الفقرات العنقية لأن هو مدرس فطول الوقت رافع راسه الأعلى وبيكتب كده. الحركة اللي زي دي عاملة تقلصات في عضلات الرقبة الخلفية. التقلصات الخلفية دي بتخلي دايما في صداع. ليه؟ لأن عضلات الرقبة الخلفية
مترابطه ترابط وثيق تماما بعظام الجمجمه نفسها، فالشد عليها بيعمل الم شديد جدا. ولذلك يجي لنا مريض يقول لك عنده صداع صداع صوت، تلاقي الجراح ايه انهى كل القضيه وقال لك اعمل لي رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه، خاصه الفقرات العلويه اللي هو 2 3 3 4 4 5 وهكذا، وخاصه لو انا عندي مشكله في منطقه الحلقه الواصله ما بين الجمجمه نفسها وما بين الفقرات العنقيه، لو الوصله دي فيها مشكله زي ورم زي التهابات زي مشكله في العظم كده. فعلشان الاستاذ محمد نفصل في القضيه بتاعته لازم يعمل رنين مغناطيسي على المخ ورنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه. ده الفقره الاولى بالنسبه للصداع الخلفي. الصداع الامامي بقى هو بيقول ان كان بيجيله صداع امامي، الصداع الامامي اما ناتج عن قصر في النظر تمام كده، والصداع الخلفي بيجي من قصر في النظر تماما او التهاب في الجيوب الانفيه تمام، وهو كان عنده مشكله في الاذن لما بيحط السماعات في ودانه كان بيجيله صداع. والحقيقه هي السماعات دي لو طولت في مدتها او استخدم يعني موسيقى صاخبه او اصوات عاليه جدا جدا وهي بتعمل يعني انا السماعه اللي حاططها دي واسمع كلام السيد رياض واسمع كلام محمد عزت لا هي هنا بتبقى الاصوات ضعيفه شويه، لكن احنا بنتكلم عن الموسيقى الصاخبه بزياده، بعض الشباب بيحطها وبيعلي صوت الميوزكس فبتعمل الصداع بتاعنا. انا معايا برضو الاتصالات كلها عن الصداع دلوقتي. هداد من الاقصر اتفضل. السلام عليكم. السلام، علي صوتك بس. انا يعني كنت ايام الثوره كده حصلت مشكله كده وخدت حطه على دماغي يعني، فسببت لي نوع من الصداع كده مزمن كده قعدت اعاني منه فتره. وابتدى خفت يعني تدريجيا كده مع الايام وخاصه مع السنين كده، لكن ما زلت بعاني منه برضه بنسبه خفيفه خالص يعني متوسطه يعني. طيب هو النقطة كلها في الصداع علشان نفصل فيها علشان السادة المشاهدين يعم النفع للجميع. الصداع ده حاجة منين؟ من مجموعة أشياء، إما يكون سببه مشكلة في العين أو مشكلة في الجيوب الأنفية أو مشكلة في الأذن أو مشكلة في الفقرات العنقية أو مشكلة في الشرايين المخية نفسها. يعني أنا لو عندي مريض عنده تمدد شرياني في المخ هيجيب له صداع، أو عندي مشكلة في الأعصاب المخية. إحنا عندنا 12 عصب مخي خارجين من المخ نفسه وخارجين عشان يأدوا وظيفتهم في منطقة الرأس. يعني مثلا لو عندنا مشكلة في العصب الخامس هيجي المريض لنا بصداع، يقول لك انا عندي صداع بيجي في الجنب اليمين او الجنب الشمال، واخد الفرع الاول اللي هو منطقه ما بين اللاترال كانسس للعين لفوق او ما بين هنا وما بين الانجل اوف ماوس اللي هو جانب البق، المنطقه دي يبقى الفرع الثاني او الفرع الثالث، عباره عن وخز زي الابر كده مع خدل وتنميل مع وجع شديد جدا كانه صعق كهرباء. والمرض ده بيبقى ليه سيزونال فاريشن، بعض الناس يقول لك انا بجيلي كل سنه في نفس الميعاد وبيتكرر عليا وبفضل اخد علاج من شهر لغايه شهرين او من اسبوع لغايه اسبوعين او ثلاث اسابيع، لا ده خطر شديد جدا جدا. ده الصداع ده صداع لازم يؤخذ بعين الاعتبار ولازم نعمل رنين مغناطيسي على المخ للفصل في القضايا. يعني عندنا شويه مشاكل في قاع الجمجمه برضه، يعني ساعات العين يجي له بحاجه مثلا زي الكوليستياتوم، العظم السوسه في عظمه الجمجمه في قاع الجمجمه خطر شديد جدا، او يجي له فانجل انفكشن فطريات في الجيوب الانفيه، والناس تاخد الموضوع بمنتهى الاستهتار والفطر يستفحل اثره ولغايه ما ياخد قاع الجمجمه كله يبدا يدخل على المخ، وعندنا حالات كتيره جدا في هذا الشان. يعني بنلاقي المريض بدا يهمل الموضوع لغايه ما حصل له يعني انسداد في مسار الهواء، وبدا انسداد مسار الهواء ده يخلي العين مش قادر ينام بالليل وبيشخر وهو نايم، ونفاجئ نيجي نعمل له اشعه مقطعيه على الجيوب الانفيه نلاقي الفطر امتد لقاع الجمجمه ودخل على المخ. طيب اذا كنت احنا بنتكلم عن الصداع، لكن خليني اسال سؤال بقى، في هو الصداع ده سببه في علاقة كبيرة جدا بالقلب ولا المخ ولا أشياء أخرى؟ يعني ما احنا اتفقنا احنا قلنا الصداع يعني المين كوزيس، الأسباب الأساسية عندنا حاجتين، إما أسباب موضعية أو أسباب عامة. الأسباب الموضعية إما تكون في العين أو الأنف والأذن أو غير ذلك، أو التهاب في الأسنان أو التهاب في العصب الخامس أو غير كده. عندنا أسباب عامة، إيه ممكن الضغط العالي ما هو بيعمل صداع مش كده ولا إيه؟ عندنا السكر لما بيقل عن معدلاته الطبيعيه ما بيعمل صداع. عندنا البليرنج اوف فيجن اللي هو اضطرابات الرؤيه. الطفل يقول لك انا عندي صداع ومسك راسه من الخلف كده وعنده الم شديد جدا في مؤخره الراس ومش قادر يركز. الايرور اوف ريفراكشن عامله له برضه مشكله في الصداع. الجلوكوما اللي هي المايه، عندنا المايه الزرقاء اللي بتيجي في العين وترفع ضغط العين، لان احنا برضه كلمه الضغط دي لازم ناخد بالنا منها. عندنا ضغط الدم
لما يعلى يعمل صداع، ضغط العين لما يعلى يعمل صداع، ضغط المخ نفسه لما يعلى يعمل صداع. يعني احنا عندنا بعض الحالات تروح للدكتور ويقول لها عندك ارتفاع في ضغط المخ. يشخصها ازاي؟ مع الرغم ان الرنين المغناطيسي نورمال، مفيش فيه اي حاجه خالص، تمام كده؟ بنشخصها بالرنين المغناطيسي. نورمال، العين عنده صداع، عنده ميه على عصب العين، يبقى ده ارتفاع حميد في ضغط المخ. الحل، العلاج ثم البذل ثم تركيب صمام ظهري بريتوني. ده اسمه التدرج في خطه العلاج. طب العلاج اللي كنا بنتكلم على ده الموضوع ده، طب ما هو كتر استعمال، يعني في ناس يقول لك الدكتور يقول لك خد سبرين، خد ده كومن يوز، يعني الحاجات دي كلها. ايوه، هي دي نقطه مهمه جدا حضرتك بتسيرها. امتى خاف من الصداع؟ امتى اقلق من الصداع؟ لو الصداع غير طبعه، يعني انا كنت باخد قرص سبرين بخف من الصداع، متشكرين افضل زي ما انا على وضعي. طب افترض انا باخد قرص واثنين وثلاثه واربعه ما بخفش. لا، يبقى هو غير استجابته للدواء، يبقى في مشكله. غير عدد تكرار النوبه، كان بيجي لي مرتين في اليوم او مرتين في الاسبوع، بدا مستمر شغال 24 ساعه، يفصل ويرجع يفصل ويرجع، بدا يغير من عدم من تكراره. اذا وانا بجيب الصداع في استعمل بقى ايه اللي استعمله؟ اركز الاول، بنبدا بالمسكنات البسيطه. اول حاجه البعد عن مصادر التوتر والضوضاء وغير ذلك، لان احنا عندنا حاجه اسمها الكونستيتيوشنال فاكتورز او العوامل الاجتماعيه. واحد متخانق مع اولاده، واحد متخانق مع زوجته، طفل المدرس ضاغط عليه، المدرس ضاغط على طفل زميله ضاغط عليه نفسيا. طب النوم، النوم هل يعني مثلا لو نمت مخده عاليه مخده واطيه، الحاجات دي بتؤدي الى الصداع؟ اكيد هتودي على الصداع عن طريق فقرات الرقبه. لان انا المفروض لما باجي انام بخلي فقرات الرقبه في نيوترال بوزيشن، في وضع يعني زي ما بيقولوا نيوترال، يعني في خط النص. يعني انا بحط مخده ارتفاع الكتف، تمام كده؟ لا تبقى المخده واطيه، بتبقى راسي منحنيه لاسفل، عشان ما يحصلش ستريتش على الكونترا لاترال جروب اوف ماسل، العضلات اللي على الجنب الاخر، ودي هتبقى ريلاكسد 100%، او تبقى عاليه تبقى دي هيحصل عليها ستريتشنج او شد، ودي هتبقى ريلاكسد او مرتخيه. طيب خلينا ناخد اتصال من هنا. محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله معايا اضطرابات في الودن الجوانيه، الودن الجوانيه، فعملان صداع وبتاكين طوار. تمام. تمام. وصداع نصفي. حلو قوي. احنا عايزين نربط، هو قال عرضين عايزين يتربطوا ببعض بارتباط وثيق. قال عندي مشكله في الاذن الداخليه، دي يبقى انا مرتبط بالعصب الثامن. وقال عنده مش صداع نصفي، ده مرتبط بالعصب الخامس. المسافه ما بين العصب الخامس وما بين العصب الثامن لا تتعدى سنتي سنتي ونص. يبقى انا لازم الحاله اللي زي دي اعمل حاجه مهمه جدا، اعمل رنين مغناطيسي على المخ، واعمل حاجه اسمها سيتي سكان بيتراس بون. اهميه الرنين المغناطيسي ده ايه بقى؟ فاصل وقاطع في القضيه. ازيت اورجانيك اور نوت، بوزيتيف اور نون بوزيتيف. ده عامل الجراح. لا لا ما عنديش. ايوه، الرنين هيقول لي في ورم في العصب الخامس، ادخل شيل. والرنين هيقول في ورم في المسافه ما الزاويه ما بين القنطره المخيه والمخيف، ادخل شيل. والورم هيقول لي، الرنين هيقول لي في ورم ممتد في قاع الجمجمه وملامس العصب الخامس، ادخل شيله. لا، ده مفيش حاجه خالص موجوده، يبقى ده التهاب في العصب الخامس، نبدا نعالجه. هل العين عنده سكر ولا ما عندوش؟ هل في حاجه زوائد عظميه ضغط ولا مفيش؟ ولا دي حاجات مشاكل في الشرايين؟ نبدا نعمل تصوير للشرايين، لان القاطع الفاصل في القضيه هو الرنين المغناطيسي. زيت اورجانيك هدخل اشيل، ولا نون اورجانيك همشي بالميديكال مانجمنت. طيب، العلاج الدوائي. اذا احنا ملف الصداع كده قفلناه، لكن انا عاوز اتكلم عن المخ بقى. المخ بقى هنا في المشكله هنا، يعني بعض من الناس يقول لك ايه المخ ده، يعني يقول ايه واحد مثلا على سبيل المثال، انت مخك ايه يا جدع؟ مش عارف ايه، يعني دور المخ، يقول لك المخ ده هو اللي بيشغل ايه الدنيا كلها وبيخلي الامور ايه دي كلها. لكن السؤال يا دكتور هنا في لو الدم ضرب في المخ، يقول لك الدم ضرب في المخ، ايه معنى ان الدم يضرب في المخ؟ هنشوف. بص يا سعاده الباشا، احنا عندنا المخ ده في بعد 18 شهر لسنتين بيبقى عظم الجمجمة قفل تماما. لازم قصة عظم الجمجمة لما يقفل تماما دي، في حكمة ربنا سبحانه وتعالى مخلي لكل حاجة معدلات في السريان. أنا عندي مية تبرد المخ وتحميه من الصدمات، اللي اسمه السائل النخاعي. عندي جسم المخ نفسه، احنا عايزين نقول ايه هي المكونات عشان نفهم القضية من أولها. ايه هي المكونات الموجودة جوه الجمجمة؟ مخ، نسيج للمخ، ده نسيج المخ نفسه اللي هو الاستراكشر اللي احنا بنشوفه بعينينا لما بنفتح ونشتغل عليه.
الحاجة التانية الأغشية المبطنة للمخ ده النسيج التاني. الحاجة التالتة عندي شرايين مليانة دم في المخ، عندي أوردة بتصرف الدم من المخ، عندي سائل نخاعي بيبرد المخ وبيحميه من الصدمات. كل الحاجات دي لها نسب متعادلة مع بعضها. فسبحان الخالق، لو احنا عندنا تدفق الدم للمخ جه أعلى في معدلاته لا يعمل صداع زي ما بنشوفه في حالات المريض اللي بيكون عنده ارتفاع في ضغط المخ شديد جدا. ايه اللي بيحصل؟ المخ بيروح فاصل اوتوماتيك. طيب خلينا في النقطه دي قبل ما نهرب منها عشان نوضح ان الهايبرتنسيف انكفالوباسي الهايبرتنسيف انكفالوباسي اللي هو ارتفاع شديد في ضغط الدم ادى ان المريض جاله تشنجات. يقول لك ده جاله تشنجات، تروح لاستقبال للساده الزملاء ويقول لك ده ندي دواء للصرع. لا استنى، قيس الضغط، لو لقيت ضغط العيان عالي يبقى ده هايبرتنسيف انكفالوباسي، وبسرعه حاول تنزل الضغط وجرادوال برضو، مش صادن شوت داون، يعني ما تنزلش الضغط فجاه. هو الضغط ممكن ليه علاقه بكل ده يعني ارتفاع وهبوط؟ طبعا. طب خلينا ناخد عشان نعرف الموضوع ده على في الاجراء على المخ. معانا فاطمه من معانا رنا من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام. علي صوتك لو سمحتي. انا بيجي لي صداع في نص راسي اليمين والشمالي، حتى بقت راسي بتورم واطرافي ايديا ورجلي بتنمل، ما بكونش قادره احركها خالص. ايديكي ورجليكي بتنمل؟ ايديكي ورجليكي بتنمل؟ طيب ما هو ايديك ورجليك بتنمل، ده المفروض بنعمل ام ار اي برين اند سيرفايف، رنين مغناطيسي على المخ على الفقرات العنقيه يا استاذه رنا. يعني الموضوع ده موضوع مهم جدا عشان نعرف هل فقرات الرقبه فيها خشونه ولا ما فيهاش خشونه، في غضروف موجود ولا ما فيش غضروف موجود، في حاجه ضغط على احد جذور الاعصاب عامله شد وتوتر في عضلات الرقبه ولا لا، في الصداع ده موجود على في الراس من فوق، هل في حاجات تانية موجوده داخل المخ ولا ده تنشن هيدك مجرد توتر وضغط عصبي وارهاق وعد قله نوم وعدم انتظام في دوره النوم. لان احنا عندنا مشكله في معظم سيدات البيوت اللي في سن استاذه رنا، من صوتها كده يبدو ان هي ما زالت في سن صغير في بادره الحياه ما بين 20 و30. طب ناخد فاطمه. فاطمه اتفضلي. فاطمه لا وطي التلفزيون لو سمحتي، كلميني من السماعه. اتفضلي. تواصل مع الدكتور؟ اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا من 5 ايام كده تقريبا او من 6 ايام انا حسيت زي ما يكون عندي اللي هو الجنب اليمين كده متضخم سنه عن الجنب الشمال. زي ما يكون ايه؟ وحسيت الجنب اليمين عندي في اللوز متضخم عن الجنب الشمال في اللوز. بس وبعدين فشفني دكتور الصيدلي قال لي ان ده التهاب في الحلق. بس اخدت مضاد حيوي ويعني اما ببلع ريق كده بحس انه بيسمع في ودني الجنب اليمين برضه في نفس الجنب. ده كلام محترم جدا جدا جدا. شوف، حاسه كان حاجه بتاكل في الحلق من جوه من على جانب واحد، مش كده؟ هو ده احنا في الغالب عشان نكون الكلام واضح، لما بيحصل التهاب في الحلق بيبقى ديفيوز. ديفيوز يعني بياخد الجنبين. انما هو لما ياخد جانب واحد تمام كده، لان احنا عايزين نفرق ما بين الفوكال ليجن يعني نقطه حبر وقعت في النقطه دي، وما بين ان انا اجيب نقطه حبر واطوق المكتب كله. فرق شاسع. لو منطقه الحلق كلها ملتهبه يبقى ده حاجه سيستميك فيروس، عشان هي ما تخافش من موضوع كورونا اللي احنا شايفين ماشيين فيه دلوقتي. ونعمل حاله طمانينه، لان احنا عندنا مشكله النفسية. اي حد النهارده زوره بيوجع بيقول ان انا عندي كورونا. ده انا بلاقي بعمل كده بقول يا لهوي ده انا عندي. لا 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 لا, لا خالص. طيب دكتور انا لازم اطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع ليك في موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه، وايضا ليه علاقه ما بين جراحه المخ وفيروس كورونا. مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير ونعود اليكم. ارجوكم لا تبعدوا عنا، ولكن ارجوكم ابقوا في البيت في الشم نسيم في بيت. المركز الطبي لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري
يضم نخبة من كبار الاستشاريين والخبراء في مجال جراحات المخ والأعصاب بالمناظير تحت إشراف الدكتور السيد رشدي محجوب، استشاري أول جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. كما يضم المركز وحدة لجراحة أورام قاع الجمجمة ومناظير الغدة النخامية. غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات. وللتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية: تليفون 02-250-40-496 أو 02-250-40-497 أو 010-978-389-42 أو 012-70-24-99-89. العنوان: القاهرة 91 شارع العباسية برج الأطباء محطة مترو عبد باشا، المقطم 547 شارع 9 ميدان النافورة القاهرة، المنصورة ميدان المحطة بجوار فندق مارشال المحطة، في السنبلاوين ميدان قنطرة حمامة برج الحداد. المركز الطبي لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. أنت في أيدي أمينة. دكتور، يعني خليني ارحب بالساده المشاهدين مره ثانيه، ارحب بيكم، ولكن دخلت على طول لان كان الموضوع يعني ساخن جدا. وبالنسبه للرسائل اللي بتجيلي على اس ام اس وبتجيلي عبر يعني البريد الالكتروني، بيكلموني بيقولوا لي احنا عاوزين نزيد نتكلم في الصداع واكتر واكتر. في من ضمن الحاجات احدى المشاهدات منى بتقول: هل القعده ممكن تسبب للصداع؟ هل العمود الفقري يلعب دوره في الصداع؟ هل لكن القعده بتقول انا بقعد حوالي اكتر من 10 ساعات على المكتب، يعني ده فيها. طيب دكتور، يعني يبدو ان الصداع هو سيد الموقف دلوقتي طبعاً. يعني في هل الصداع ده يعني برضو من احد المشاهدات بتقول هل الاكل ممكن يسبب صداع؟ اكيد. خلينا اول حاجه نتكلم عن الانسان بين الاصاله والمعاصره. الحقيقة كلمة أصالة يعني في القديم كان الناس في القديم بتقوم بأعمال عضلية عنيفة، اللي هو الإنسان القديم اللي هو لم يتمر عليه أكتر من 20 سنة، اللي هو من بعد التسعينيات القرن الماضي بدأت اليد العاملة تقل وميكنة الأمور. دلوقتي بقت الميكنة هي الأساس. كان الإنسان الأول عضلاته قوية جدا، بتعرض للشمس فترات طويلة جدا، كان بنيانه قوي، فكان نسبة إصابة العمود الفقري تكون ضعيفة. النهارده عايشين كلنا في تكييفات ارتفيشال لايت، اضاءه ما بنشوفش الشمس. عندنا التكييفات دي بقى خلاص بقى، لان تمقيل الفيروس بينمو اكتر واكتر طبعا في الاماكن الرطبه. هي مشكلتنا مع التكييفات في الرطوبه، ان الهواء بيخرج من التكييف هواء جاف، فبيعمل لنا شويه التهابات في الحلق، فبيحرر بيزود وبيحفز نمو البكتيريا الضاره غير النافعه. احنا اتفقنا عشان نكون متفقين على كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلق له كومنسلز من بره، يعني خلق بخلايا بكتيريه متعايشه على الجلد وفي الحلق وفي كل مسارات الجسم، زي في الانف وفي الاذن وفي المجاري البوليه وفي الجهاز الهضمي وفي كل مكان. الحاجات دي لما بتنقلب لباثوجينز تبقى هي الانمي، زي ما بتقوم حرب اهليه. عايزين نتفق على المبدا، يعني احنا النهارده يعني ايه كومنسلز ويعني ايه باثوجينز. كومنسلز يعني احنا دلوقتي قواتنا المسلحه شرطتنا معانا، يبقى اصبح الجهاز المناعي بتاعي مع الجسم.
امتى تنقلب الامور بقى هنا تكون حرب اهليه وتكون قوه متناحره؟ هي في الوقت اللي زي ده بقى اصبح الباسو جينز نفسه بيهاجم الجسم نفسه. تمام؟ بينقلب الكومنسلز الباسوجين اللي هو المتعايش ينقلب الى دار ويبدا يهاجم الانسجه نفسها ويهاجم الخلايا نفسها. يبدا بقى يعمل لي ارتفاع في درجات الحراره والحاجات دي كلها. دي النقطه اللي هي اللي احنا عايزين. طب وبالنسبه للقعده يا دكتور؟ القعده بالنسبه للقعده احنا النهارده ده الانسان بين الماضي. النهارده في المعاصره بتاعتنا بنقعد على المكتب بالعشر ساعات، عندنا مشكله ودي اتكلمنا فيها اكتر من مره وفي اكتر من برنامج. عضلاتنا ضعفت من قله الحركه، عضلاتنا ضعفت من قله التعرض للشمس. القعده على المكتب لفتره طويله بمال بوزيشن وضع غير صحي وغير طبيعي. اللي احنا عايزين نوضحه دلوقتي، بيبقى احنا بنشوف الساده اللي هم اللي بيقعدوا على كمبيوتر فترات طويله قاعد منحني كده. تمام. الحاجه الثانيه قاعد ماسك الكمبيوتر بتاعه بيعمل كده، حصلت مجموعه مشاكل. اول حاجه حصل انحناء للراس، بقى في شد على العضلات بتاعه الفقرات العنقيه من الخلف، بعملت لي ضغط على الغضاريف من الامام وفتح من الخلف. مع كتر الحركه بيحصل ما يسمى بالوير اند تير، يحصل تمزقات في الاربطه طفيفه جدا جدا جدا. لما يحصل التمزق في الرباط الجسم يحاول يعمل كالسيوم ديبوزيشن، يرصب الكالسيوم على الاماكن اللي حصل فيها القطع، تظهر الخشونه. ومن هنا يظهر ديسك الاوستيفايد كومبلكس. طب انا عاوز بس فيه كلمتين. ندى معايا من الاسماعيليه، اتفضلي يا ندى. عليك السلام، بس علي صوتك. لو سمحت انا بحس بصداع في نص دماغي كده ولازم ارجع. ما احنا عايزين نقول بقى قصه بالرجع دي، احنا اتفقنا صداع مع ترجيع لازم نفصل في القضيه، ازيد كوزاتيف ولا كوزاتيف، ازيد اورجانيك، يعني ده ليه سبب ولا ملوش. رنين مغناطيسي على المخ وفحص قاعين اساسي، ورنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه. صداع وترجيع يخليني دايما افكر باستمرار وبشده ان انا اعمل رنين مغناطيسي حتى استبعد المشاكل على المخ، واعمل اشعه مقطعيه الجمجمه الانفيه اذا لازم الامر. وفي بعض الاحيان لو ظهر عندي باثولوجي في احد عظام الجمجمه اللي هي قاع الجمجمه، ابدا اعمل اشعه مقطعيه على العظمه الصخريه للجمجمه. طب معايا هاني من هنا، اتفضل يا هاني. الخط اتقطع، الخط اتقطع. طب دكتور يعني اذا احنا قلنا الرنين المغناطيسي هو الفاصل في اي شيء، حد فاصل فيه. طب انا لما بتكلم بقول فيه يقول لك ايه، انا عندي صداع، يقول لك يمكن ما اكلتش. ده طبيعي. الهايبوجلاسيميا لما بتعمل صداع اللي هو نقص الجلوكوز في الدم، لان المين فيولز للبرين نفسه سنترال نيرفس سيستم، يعني الوقود الاساسي للمخ والجهاز العصبي المركزي، المين فيول بتاعه هو الجلوكوز. فالواحد لو ما اكلش وحصل دروب في مستوى الجلوكوز في الدم، بيحصل كان بالظبط تيار الكهرباء بينخفض، نلاقي الاضاءه بتبقى خافته واحده 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 واحده. المخ نفسه بيحصل فيه لما الجلوكوز ما يوصلش بكميه كافيه، الاناره بتاعه العين بتقل، الواحد بيحس بخفقان، رجليه مش شايلاه، هيقع من طوله كسكانه، بيحصل له كلابس بالظبط ويقع على الارض. طيب معايا عمرو من عمرو وبعدين رفاعي. اتفضل عمرو من الجيزه، اتفضل. الو. ايوه يا عمرو، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا عايز استفسر، انا والدتي 70 سنه وعندها عندها ارتفاع في ضغط الدم، وجالها نزيف من حوالي 10 ايام كده، والنزيف ده اثر عن ان يعمل تجمع مائي كده يوقف مجرى الميه في المخ. تمام. ودخلت في غيبوبه. تمام. ودخلنا ركبنا حاجه اسمها سموم كده لتصريف الميه. تمام. تمام. وشويه قعدت 3 ايام في رعايه، وبعد كده دخلت في غيبوبه تاني، حصل نزيف تاني وعملنا اشعه مقطعيه. تمام. وقعدت رعايه 3 ايام وفاقت كويس. تمام. وكده دخلت في غيبوبه تاني. تمام. وعملنا اشعه مقطعيه تاني. حصل يعني كده ثلاثة نزيف. حصل نزيف تاني. واتطلب مننا ان احنا نعمل اشعه بالصبغه. ايوه، على الشرايين المخيه. الكريات أيوة. عندها عالي شويه. تمام. فالدكتور قال احتمال نعمل غسيل. ايه؟ نعمل احتمال نغسل كلى ونخش احتمال نتدخل جراحي فنعمل قسطره. تمام تمام. هل كده انا ماشي صح ولا انا ماشي غلط؟ لا انت كده ماشي صح تمام 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 يعني. طيب بعد اخ برضه رفاعي من القاهره. طيب رفاعي. السلام عليكم. عليك السلام. عليكم السلام، اتفضل. والنبى يا فندم، انا عندي عامل عمليه الغضروف وبدات معايا بعد الغضروف، انا عاملها بقالي 5 6 سنين، وبعد كده الصبع الشمال ده وقف اللي هو الصبع الزوار خالص. فرحت المستشفى فقال لي ده عمليه تسديد شرايين، سلك لي شرايين وبرضه مفيش فايده. صباع رجلك الصغير عامل غضروف رقبه ولا ظهر يا رفاعي؟
لا عامل غضروف في ظهر. في الظهر اللي تحت. الثالثة والرابعة. قطني مش كده؟ اه. تمام. فرحت لدكتور كبير بقى بعدها بسنتين ثلاثة كده لما صافي برضه زي ما هو بعد عملية الشرايين. فقال لي اعمل لي إشاعة، عملت إشاعة قال لي أنت عندك النخاع الشوكي ورم على النخاع الشوكي. وقال لي اعمل إشاعة ثانية عشان نأكد كمان، فرحت عملت واحدة كمان، فهي قال لي الحمد لله ده شوية التهابات على النخاع الشوكي. خد العلاج ده وخلاص. يعني بس أنا عندي دلوقتي برضه. يعني الطبيعيين الاثنين مش شغالين. عندك سكر يا رفاعي؟ لا أوه. ما عنديش حاجة خالص. ما عندكش سكر، سنك كام سنة يا رفاعي؟ عندي 34 سنة. 34؟ اه. طب بص يا استاذ رفاعي، احنا عشان القضية دي نفصل فيها لازم نعمل حاجتين، رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية والعجزية وده أمر هام جدا، ويتشاف من قبل جراح أعصاب. أنا عايز أقول حاجة برضو، إذا اتسع المقام والمدة لا تقل عن دقيق. القاطع الفاصل في القضية دي هو جراح المخ والأعصاب، عشان كثير من الناس بياخد الأشعة من عند جراح الأعصاب يقول له ده أنت عندك غضروف كبير ومتضخم وجعل الغضروف ده مقطوع أو في انفجار غضروفي أو ضغط على جدر العصب، وبيروح لبعض السادة الزملاء في مجال الروماتيزم والعلاج الطبيعي، والحقيقة برضه هم معذورين، هم بعيدا وبمنأى عن الرنين المغناطيسي، هم بيشوفوه بيقروا التقرير، وده حاجة ما تعبهمش. إن إحنا كجراحين بنعرف فيه ليه؟ لأن إحنا بالظبط زي الملاحين الجوي. ملاح الجوي بيتحط الخريطة قدامه بيقول لك إحنا على ارتفاع المفروض في المنطقة الفلانية نبعد عن الأرض 3000 قدم، لأن المنطقة دي منطقة جبال، وفي المنطقة الفلانية لازم نبعد عن الأرض 2000 قدم، لأن المنطقة دي منطقة هضاب، مفيش مشكلة. فجراح الأعصاب هو القاطع الفاصل في الرنين المغناطيسي. يمكن ساعات السادة الزملاء في الأشعة نقعد ندردش معاهم في حلقات علمية مغلقة ونقول لهم الرنين ده بعد إذنكم في واضح في 1 2 3 4 ليه؟ لأن جراح الأعصاب بيشوف في عينه اللي هو شايفه على الورق. احنا عايزين نقول حاجة، مهما كانت كفاءة الرنين المغناطيسي في الدقة فهناك ما يسمى بالام ار اي فاليسز. ونرجع القضية اللي هي روح القانون اللي احنا بنسميها ايه، روح القانون. نرجع القضية للجراح نفسه، لجراح المخ والاعصاب. ايه هو روح القانون؟ الرنين المغناطيسي بيقول ان في غضروف في الحتة دي. الجراح يقول لك لا احنا مش هنعمله. طيب دكتور انا فعايزين اتفضل اتفضل عاوزين ايه؟ فاحنا عايزين نقول ان القاطع الفاصل في القضية هو جراح المخ والاعصاب، لانه الراجل الذي يرى بعينه على الورق والافلام بتاع افلام الاشعه، ثم يرى بعينه على الطبيعه داخل العمليات، فهو بيبقى عنده خبره عاليه جدا في قرايه الرنين المغناطيسي. يمكن زملاتنا اللي احنا اتعلمنا منهم في الاشعه الرنين المغناطيسي بيصل بيهم الحل لما بيكبروا بقى، ويبقى عندهم قناعه ان هم ياخدوا ويدوه معانا، يقوم يقولوا لنا ايه، لا انت شفت ايه في اوضه العمليات بقى، ايه اللي انت شفته على الطبيعه، نقول له كذا كذا كذا، يقول لك ابعت لي الاشعه والتقرير اظبطه تاني. ليه؟ لانه هنا بيقيم ورق. ده اللي احنا بنسميها التحريات الميدانية. الطبيب جراح الاعصاب بيعمل تحري ميداني، بينزل الميدان بنفسه، بيفتح العمود الفقري او بيفتح المخ وبيشوف بعينه، ولما يخرج من العمليات يقول للمريض عندك 1 2 3 4 ده كان موجود على الطبيعة، تمام كده. انما السادة الزملاء في الاشعة بيقيموا ورق. طيب فهناك فارق بين قاضي بيفصل في قضية معاه تحريات ميدانية وبين قاضي بيحكم ورق، النيابة الطبية وإيه والقضاء الطبي. طب دكتور يعني الحقيقة جدا يعني أنا اتكلمنا في موضوع مهم جدا كان هو الصداع، وزي ما قلنا أن الفيروس يعني كورونا كان بيتكلم من أول البروتوكول الصحي كان اللي كان حطها منظمة الصحة العالمية بتقول لو جالك صداع إيه يعني لازم تشوف الموضوع إيه، وخاصة أن الصداع بيؤدي إلى إيه، إلى سعال، إلى درجات ارتفاع درجة الحرارة، إلى احتناق، إلى إيه، إلى إيه، إلى إيه، الى الاخ، وده بيؤدي فيه دكتور يعني ان شاء الله اللي احنا كنا نتمنى ان احنا كنا نتكلم عن المخ والاعصاب والعمود فيه، لكن يبدو ان الصداع الناس كلها بتتكلم عن الصداع، ويعني يعني على راي زي ناس اللي قالت تقوم الصداع اللي ينفع معاه اسبرين ولا النوفالجين. شكرا للدكتور السيد يعني دكتور السيد رشدي محبوب استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، بشكر حضرتك على تشريفك، وان شاء الله نكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله باذن الله في قناة الصحة والجمال. شكرا جزيلا، سمحتوا لنا بهذا الوقت الممتع، واللي احنا لو قعدنا العمر كله مش هنوفي حق بلدنا علينا اللي ربطنا وتعلمنا على أرضها،
ونحيا ونستظل تحت سماحه. شكرا دكتور. في مشاهدينا الاعزاء طبعا وصلنا الى ختام حلقتنا الليله، وطبعا بالتاكيد زي ما قلنا لكم البروتوكول الصحي اللي بيقول اقعد في بيتك، الزم بيتك، الزم بيتك، لان ضروري ان انت تلزم بيتك. انت شايفين العالم كله يعني في دول العالم الزمت مواطنينها، صحيح في ناس تضررت، ولكن ما نقدرش نقول ان التضرر المالي يعني مش مشكله، مشكله، لكن التضرر الصحي هو اللي اخطر واخطر واخطر، لان اذا حد لا قدر الله اصيب باي مرض بيصيب الاسره نفسيا وممكن ينقل العدوى والاخر. عشان كده ارجوكم شم النسيم، كل سنه وانتم طيبين، وبنقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين، كل البيض الملون في بيتك، اقعد مع اولادك والكلام ده، بس ارجوك ما تنزلش ولا تستقبل اي حد، اقعد في بيتك والزم بيتك. عشان كده ان احنا بنقول لكم شكرا جزيلا. بشكر مخرج محمد عزت، بشكر طبعا كل الزملاء اللي شاركوا في هذه الحلقه واعداد هذه الحلقه، ايضا بشكر الاستاذ محمد رمضان ومحمد الملكي ومحمد فؤاد وتامر عبد المجيد، وبشكر كل العاملين في اسره البرنامج واسره قناه الصحه والجمال. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنى، هو طارق عبد الجابر يقول لكم صحبه وانا معكم، خليكم في البيت، الى اللقاء.